FM. الكلمة ليك. كويس اللي يتابعوا على الأقل الكورة وكذا، تابعوا المنتخب بقلب واحد وبروح واحدة وبصوت واحد وأمنية واحدة أنه يحقق على الأقل نتيجة باهية. ما حصلتش نتيجة، رغم مش ما نظلموش معناها الناس اللي لعبت، لكن النتيجة ما عكستش بالفعل الكرة فوق البيضان. لعب المنتخب فلت برشا فرص خاصة في الشوط الثاني، يعني طريقة غير معقولة، حتى ما كانش فما النجاعة للأسف. السنغال ما كانتش خير منا، رغم معناها الطاقم الكبير نتاع اللاعبيه اللي يلعبوا لبرا في البطولات، معناها القوية خلينا نقولوا، كما البطولة الإنجليزية والبطولة الفرنسوية وغيرها من البطولات في أوروبا. رغم ذلك ما شفناش تفوق كبير للمنتخب السنغالي، درا كيفاه معناها البطولات كيفاه تماركيت، ومعناها الأسبقية كيفاه خذوها، معناها خذوها بجد، معناها بعيد على أنه يفرضوا نسق بتاع لعب وأنه يكونوا كانوا أكثر نجاعة فقط. والفوتبول راهو ساعات الافيكاسيتي هي اللي تحسم الموقف، حتى قبل اللعب وطريقة اللعب والخطة التكتيكية البداية ما هيش موافقة. إن شاء الله في بقية بنزلنا زوز ماتشوات، احنا مستأسير راهو بداية غير موافقة. نذكر في 96 وقت اللي عملنا الاكسبلوار بتاع جنوب افريقيا وصلنا فيه الفينال، بدينا ماتش هزيمة ضد غانا وبعد تعادل وبعد انتصار، معناها مازال الوقت قدامنا نحضر روحنا الماتش الخسارة بين أشقاء فبتي بين تونس وزين. هذا الخميس باش يكون ماتش شبه حاسم بالنسبة لمستقبل مشاركة المنتخب الوطني، وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله نتجاوزوا العثرة. خلينا خطرنا لهنا، مانيش باش نحكي لا على 4-3-2 لا على 5-6-4 لا على كاسباتشيك. البلاد في حاجة الفرحة بجد، معناها البلاد في حاجة، ماهيش في حاجة الإحباط واحد آخر. وشوف راهو التوانسة العاديين معناها بخلاف الحارة اللي عملوا في السياسة ومن تبعهم بإحسان من الجماهير العجيبة والميليشيات الغريبة، معناها الشعب الكريم اللي هو الأغلبية، الشعب معناها في حاجة الحاجة بيه يتفرحوا، يعني عندنا مدة راهو معناها أنت تذكرش الكورة تخرج راهي للشارع، تخرج عائلات تزمر في الكراهب فرحانة بعفوية بتلقائية، معناها المناسبات من نوع هذي. علاش تقول لي كوب دافريك؟ راهي مناسبات، هي كأس أمم، والأمم اليوم في ظل معناها حكاية المنجز الاقتصادي والاجتماعي والقضايا هذية بتاع التنمية، أنها ما عادش تشكل فبتي علامات بتاع انتصار واضح ومباشر في الاستعراض وفي الفرحة هكا، معناها الاحتفالية. الفوتبول عوض كل شيء حتى على المستوى العالمي، راه فما أمم تعيش بالنصر. البرازيل بكيت في كأس العالم الأخرانية كي انهزمت ضد ألمانيا، بكيت على نفسها كأمة تفرح للكرة القدم. معنى كرة القدم يشكلها راهو فرحة اجتماعية عامة، فرحة أمة. يعني نحن في تونس تقريبا نذكر ضل طوع وقت اللي كان المنتخب يترشح والمنتخب يقدم، معنى عباد تلقى روحها مدفوعة بشعور غامض غير مرئي، أنك تهبط للشارع وتزمر وتصيح مع العباد. الفوتبول راهو عنده سحر، وسحره في الجانب هذايا، وكم نحن في حاجة ليه. يعني القضية أنا أعتقد راهو الإكيب ناسيونال اللي يلعب الآن في الجابون، ما هيش قضية راهو خطة تكتيكية وش هبط كاسبرتشيك وش ما هبطش وش عمل وش ما عملش وماركينا وما ماركيناش، راهي قضية فرصة فتحتها مشاركة منتخب في كاس أفريقيا أنها أمة كاملة تفرح شوية في الوقت اللي ولينا في حاجة فيه للفرحة. ما تقدر معناها حجم الإحباطات وحجم الكبي الموجود وحجم خلينا علاش وصلنا الوضع هذا، قضية أخرى تحمل فيها مسؤولية السياسيين والإعلام والوضع هكا، وبطبيعته الوضع الكل داخل بعض حتى على العالم الكل، وضع الغموض، وضع وين ماشي، وضع غدوة، الخوف من غدوة. يعني تجيك لحظات جميلة من نوع هذية، أنه الفوتبول ينجم ينسيك مديدة، يعمل لك مشاركة منتخب في العشر أيام هذوما باش يكونوا قوسين متاع الناس كل باش تتشد يعني عقولها وأرواحها للجابون. أمة عالم فيه كيا ولا مفيش كيا حاجة أخرى تنقشوهم بعد، عالم كامل فهمت قاعد يشارك هذيك باسم التوانسة، راهو شيء معناها جانبه النفسي الاجتماعي مهم برشا. هذاك عليه انا خوفي اليوم، انا بلعناها ما يسالش، بدايه متعثره خليني نقوله فهمت،
اما مخيبه معناها البلاد في حاجه راهو الحاجه في حاجه الانتصارات في حاجه الانتصارات راهو في حاجه الانتصارات وحتى اي لا لا تحسها يعني حاجه الامل اسمع فما اون بريسيون انورم تو في تونس تحس العباد توندو تحس العباد ستريسي تحس العباد متيقره تحس العباد يستناو فيها البارتي هذايا راهو عندهم برشا اللي محضر لها باش يقعد في الدار مع اصحابه اللي محضر لها باش يخرج محضر لها باش يتفرج في القهوه مع مع مع, مع الحومه فهمتني نوسونس نوسونس معناها البحث على المعنى البحث على المعنى تتواسى ولا في حاجه البحث على المعنى البحث على رهان خاطر الرهانات اللي دخلوا فيها منذ سنوات ولات ما تعني لهم حتى شيء رهانات السياسيين اللي عوضوا بعضهم في المواقع كانت في وقت من الاوقات الانتخابات فرحه بالجد فرحه الانتخابات اول مره باش يشاركوا في الواحد لكن الفعل السياسي الان ما عادش شكل حتى شيء بالنسبه لنفسيه التوانسه نفسيه التوانسه في ظل الغموض المتعلق بمستقبلهم غدوه اش فما الناس خايفه من غدوه ماهيش عارفه ما فماش رؤيه الغدوه فماش معناها هكا الغدوه نتاعهم الغدوه نتاع اولادهم وباش يقريوا اولادهم العباد تناقش ولات انا نعرف الاوساط اللي على الاقل عندها معناها الامكانيات الصغيره معناها العباد اللي تقول لك انا بالنسبه لي رهاني باش نضحي باش نحي من جيبي باش نحي من قوت يومي باش نحط لولدي باش نهجوا لبرا يمشي يقرا لبرا يمشي يكمل يعيش لبرا وهذا شعور معناها شعور ازمه في نهايه الامر خساره ما يلزمناش نشعر بالطريقه هذه يعني البلاد هذه على هذه الارض ما يمكن ان نتمسك بالحياه فيها راه معناها هذاك عليها البلاد في حاجه لاعاده امل الفواصل هذه الرياضيه قيمتها يا اخي قيمتها تو انا شو بلاتوات يعني شو هبط كاسبرتيك ما هبطش شو غلطش ما غلطش حقه خرج العكيشي ولا ما خرج المساله ابعد مساله ابعد بكثير من ذلك العباد تحب تفرح يا رسول الله تحب تاخذ ولا تفركس على علامات بتاع فرحه دخلناها في جو مش جوها في حكايات مش حكاياتها وفي كلام اكبر منها ومعناها دكاكين سياسيه تتعارك في حكايات فهمتي ما تهمها كان هي والعباد ماهيش ملتفته للحكايات هذه وصراعات وثوره وثوره مضاده وحكايه فارغه وناس والشعب التونسي غير ملتفت بالمره للحكايه هذه بتاع الدكاكين لانه ولا محتاج الحاجه تفرهد عليه حاجه معناها ترفع له معنوياته حاجه كما قلت لك تولي تعطيه امل وتخرجه من الدائره بتاع الخوف الخوف والتخويف عودة الإرهابيين الوضع وكل كلام الكبير والثورة ومش الثورة والواحد ومكافحة الفساد والدنيا اتخذت والبلاد كلها اتخذت والله أعلم مش فما غدوة ومؤتمر الاستثمار جاي الاستثمار ولا مش جاي والوضع الواحد يعني الحرب النفسية على نفسية التوانسة أخذت مداها كي تجيها الفرص هذية هالقوس هذية اللي تفتح انت ايكيب ناسيونال يمشي يلعب غاديك الفوتبول باش يفرح الناس تعمل عليه برشا المناسبات هذه هذاك عليه انا من بلاش تاع السنغال ما جات في وقتها في الجانب هذا بالذات رياضيا مستساغه كما قلت لك ناسيونال لعب ورا فيزيكمون هما اقوى منه فرج معناها كذا نورمالمون كان يمركي بونتويت الله غالب ما كانش النجاعه لكن المساله راهي بعد ما تكون عن انها قضيه رهان رياضي ماك تعرف ساعات تلتقي في لحظات في تاريخ الامم برشا اكراهات وبرشا حاجيات المره هذه الحاجه الرياضيه تلتقي مع الحاجه الاجتماعيه والنفسيه في ان العباد تفركس على فرحه تفركس على معنويات مرتفعة تفركس على خباير باهي تو سامبلومون اعطيني خباير باهي اليوم هذا المطلوب اعطيني خباير باهي كاب اف ام الكلمة ليك